التوكل هو صدق الاعتماد، أن يكون صادق في اعتمادي على الله لا كاذب. معنى يويتا قول كون انكو غونغو ولي دون دون هرا كو اوتي كو يويتي وكو الله سبحانه وتعالى كان كو غوتو وواثق من أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد كو اوتي كو فلتو كار وندام الله سبحانه وتعالى كو فدمكم هن ناي مدون دون فلتي دون دون ويأخذ بالأسباب المشروعة على الممنوعة دي من دون قاد استواني افلتي دون دون هنگر كو يتو سبب وجي دين اندنا هرما كو بيجي دقي دين واتا فيا هيوترو اندي هوني إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة فهو متوكل معتمد مفتقر لله سبحانه وتعالى. سأوتي جواري إلى بيج تاتي ما أفعل لتوان ما قال الله سبحانه وتعالى هو قاتو أو قونغ يدندم ويت سبب وجوده هراء أوراق إن تلك يويتي له الله. نعم رجل من الناس يريد أن يحفظ القرآن. نرويهم ببنتهم فعلهم جل القرآن. يقول أنا متوكل على الله. وإن من دي لا فعلهم جل قلنا يويتي الله سبحانه وتعالى. نسأل نقول أنت صادق يقول نعم صادق والله لست بكاذب على في أني معتمد على الله لا على غيره. جونون إن لانو تموجون استيو حاليهم أن أنكو أقومر كونكو إذا يويتي الله وإن هي منكم يقومر أي فنادي ميوني. واثق في أن الله ييسر لك حفظ القرآن أو تشك في هذا يقول والله ما أشك طرفة عين. لانو دم ان فلت وندما الله ويبنا تنده هنا القران وان هي من فلت الله ويبنا يدو هل تاخذ بالاسباب هل تحفظ في كل يوم تراجع في كل يوم هل لديك شيخ تحفظ عليه وتراجع عليه قال نعم اذا هذا معناه انه متوكل على الله سبحانه وتعالى لانو دم جون ان نندو نند يتو درس نندو نند جانغو يمو تشيرنوجو هدا ريوتاده وان هي ان نعم ان اغونجي نعم لكن إن اختل شيء من هذا هذا ليس بتوكل بل هو التواكل نسأل العافية والسلام ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفي كل شيء ومن يتوكل على غير الله خذل نسأل العافية والسلام والله أعلم جون مستويني عندهم نبرون سي قوتي دي شرط جدو إمور فلتو عندما الله ولتو توما أجتي سبب وجدين أمي كي مورون ستايوني عندهم قوتي عندهم هر انتاك نتوكوا وكلي دو هرقو نتوكوا باري دو harainon ko Allah subhanahu wa ta'ala inni kala yewtido Allah subhanahu wa ta'ala o gonge mudum Allah webdanam piji makko din fo